كما يعني نشاهد من خلال هذه الصور التي تصل اليوم والتي تؤكد أن هذه المرة الصاروخ سقط فعلا في قلب مدينة حيفا وفي شوارعها الرئيسة التي كما قلنا هي من الشوارع ومن المدن الأكثر حيوية شمالي إسرائيل بصورة كاملة. مدينة حيفا مدينة ذات ثقل اقتصادي مهم، وهي تعتبر أيضا مرتبطة في ذاكرة الإسرائيليين بخسائر كبيرة إبان حرب تموز 2006. بالتالي هذا قد يعود بذاكرة الإسرائيليين إلى تلك الأيام، لا سيما إن تكررت هذه الحالات وإن تكرر سقوط الصواريخ في مدينة حيفا. هل نتحدث عن ذات الصواريخ السابقة أم أن حزب الله استعمل صواريخ جديدة في هذه الرشقة؟ كل هذه التفاصيل لا نستطيع أن نعرفها دون ربما صدور بيان من حزب الله يوضح أولا إذا ما كان هناك هدف مستهدف وسقطت الصواريخ في المدينة، أم أن الصلية الصاروخية كانت متوجهة فعلا بشكل مقصود إلى مدينة حيفا نفسها ونوعية الصواريخ المنطلقة أيضا من جنوب لبنان. ديما، لنا عودة إليك عبد القادر لمتابعة التفاصيل. عبد القادر عبد الحليم مراسل العربي من القدس، ونوه للعاجل نقلا عن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إطلاق 5 صواريخ من لبنان على حيفا ورصد سقوط أحدها في المدينة. نتابع هذه الصور التي تظهر معكم من حيفا، مكان سقوط هذا الصاروخ والأضرار التي تسبب بها. التلفزيون العربي.